السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة فيزيو تكنولوجي ترحب بكم في هذا الشرح الجديد والذي سوف يبتدئ إن شاء الله بعد لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مستمعية ومستمعاتي الأكارم إلى تطبيق جديد، وكان فترة محدودة والله أعلم الآن رد بسعر الأصلي أم لم يرد في المتجر، فالله أعلم. هو ريكوردر برو، برنامج حقيقة صراحة بسيط وجميل، وواجهته جميلة جدا جدا جدا. يعني إذا كان حتى كان التطبيق واجهته بالإنجليزية، ولكن الواجهة يحفظها كل إنسان كفيف، وصراحة تطبيق صراحة رائع رائع رائع، لأن فيه التسجيل بصيغة MP3، وما فيش داعي نطوله في الحديث واجد، ونشوفه التطبيق مع بعضنا إن شاء الله. بسم الله. Audio share. Page 304. PayPal. Translate. Turbo. Fiber. Vision Hut. Voice. Recorder. هذا هو اسم التطبيق ريكوردر. تمام، ندخل على التطبيق ببعضنا. كاتار روميو ريكوردر واي فاي ايكون وايد بتن. هذا هو اسم التطبيق في البداية. التطبيق اول ما نخش عليه في ايقونة في الاعلى فوق بكل على يسار، اقصى يسار الشاشة في الايفون، يعني تحت الشريط الخاص بشريحة البطاقة، في كلمة واي فاي هي اللي خاصة بعملية الإرسال عن طريق شبكات الواي فاي، يعني البرنامج تستطيع من خلاله أن ترسل من خلال الواي فاي. تمام. Recorder heading. هنا الريكوردينج هيدينج. وهنا السيتينج. السيتينج طبعا ما فيهاش ذاك الشيء الكثير، لكن دعونا نخشولها ونشوفوها مع بعضنا. أول شيء Sierra, setting button, settings, recorder, recorder, back button. Recorder, back button. Settings, setting, heading. طبعا فيها MP3. MP3. M4A. M4A. CAF. CAF اللي هي AKF. AV. بعدين AV. WAV. بعدين الWAV. WAV. هذه الصيغ الموجودة في السيتنج، وهذه السيتنج ما يوجد فيها. MP3. طبعا مجرد ما تضغط على MP3 recorder back button recorder recorder wifi icon wide button، يبدا البرنامج او التطبيق بتسجيل من خلال ال MP3. تمام. setting button all 0. هنا الاول اللي يوجد فيها جميع الملفات الخاصه بك، يعني من هنا تقدر تحذف، تقدر تقوم بعمليه قص، ويعني قص المقطع، و يعني وتقدر كذلك الميزة الحلوة اللي عجبتني في التطبيق انك تقدر تخلي التطبيق فيديو وتنشره وتحطه على اليوتيوب وتنزله على اليوتيوب، او اذا كان بتنزله على الفيسبوك. فهذه الفكرة الرائعة في التطبيق، جميلة صراحة، جميلة جميلة، يعني ما قبلت نشقد في اي برنامج اخر. البرنامج يؤدي هذه هي طبعا قابلتني في تسجيلات أخرى أو برامج تسجيل أخرى، ولكن هذه الطريقة يعني تسجل أنت من خلال MP3 وبعدين تنقل التسجيل بتاعك إلى فيديو، ديره فيديو شير، وتقدر تحط البرنامج على الأوديو شير، يعني في خصائص صراحة جميلة جدا. هما الفيفوريتس الخاصة بيك اللي هي المقاطع اللي انت مسجلها وحاطها في الفيفورت في المفضل اللي عندك. هنا الاي كلاود اذا كان عندك اشياء مسجلة ووضحها انت على سحابة الاي كلاود، يقدر يخش من خلالها التطبيق، وتقدر تسحب من خلال هذا التطبيق من خلال الاي كلاود بتاعك، تقدر تسحب التطبيقات التسجيلات بتاعتك اللي مخزنات على سحابة الاي كلاود.
password protected. هنا في مفاجأة جميلة جدا اللي هي password protected، اللي هي تقدر تغلق التسجيلات بتاعتك بكلمة سر. Activate recording button. Password protected. Activate item. Default action. 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 يعني تقدر تسكر انت التطبيق بتاع التسجيلات بتاعتك، تقدر تسكر بكلمة سر وما فيش اي انسان يقدر يفتحهم الا بكلمة سر الخاصة بك انت واللي وضعتها انت. Recording button. هنا في كلمة recording وهذا اخر زر، تمام شباب، هذا اخر زر الموجود في هذا التطبيق. لما تضغط عليه recording 00000 هيبدأ على طول يسجل. More setting up button. تمام، هيبدأ على طول يسجل. هنا في أزرار طبعا في more set, في النهاية لم أفهمهن اللي هن more setting down. More setting down و more setting up. هذه طبعا لم أفهم وظيفة هذا الزر، لأني لما نظم مش هيدير أي حاجة. More setting down. تو عطلي stop. Down. Button 002622 recording pause button. تمام، وما فيش أي شيء دار ليه. تمام. Stop. 00. 32. 00. أنا قبل كلمة stop في الدقائق الخاصة بك اللي هو أو خاصة بي التسجيل اللي تسجل فيه حاليا توا، وفيها البوست المؤقت. وهنا في زر معتم لم أفهمه، لكن دقيقة. Words. Characters. N. O. C. H. E. C. K. Recording pause. Not checked. Dim. Button. Not checked. اللي هو مش عارف شو مهمة هذا الزر. هو المهم معتم على الإطلاق، يعني في أثناء التسجيل معتم حيكون. ونفس زر قبله. مش عارف، الله أعلم شو مهمة الأزرار هذين اللي مظلمات. وهنا مارت مارك بوتن ميمو بوتن. وهنا الميمو كلاود بوتن. وهنا سي ال او يو تي كابي يو تي تي او ان كلاود بوتن ستار بوتن وستار بوتن Button. الله أعلم شو مهمة هذه الأزرار، لأني طالما صراحة ما جربتهنش، لكن حنخلونا نجربهم مع بعض. هنا في أثناء وأنت تسجل تقدر تسجل تسمي الريكوردر بتاعك الخاص بيك أو التسجيل بتاعك الخاص بيك، وبعد تسجيل الاسم في هنا تقدر تضيف صورة للتسجيل وأثناء أنت تسجل. هنا التاج ما زلت نفهم ما فهمتش. Recorder. Back button. Tags. Enter record tags. Text. Enter record tags. Text. Enter record tags. Text field. شم هم التاكس. Recorder. الله أعلم لما ضغط Recorder. عليها. Recorder. All. Zero. وما زال يسجل. More setting down. Button. Stop. Button. Zero. Not. Mark button. Memo button. Cloud button. Star button. Button. Tag button. Button. Star button. Button. Star button. وهذا ستار حتى هي زر لما أفهمه كذلك. Cloud. Star button. Button. Cloud button. Button. Star button. Button. Star button. Star button, button, cloud button, button, star button, tag button, button. وعلى العموم الزر لما ضغطت عليه ما دار ليش ولا حاجة. Star button, button, cloud button, star button, tag button, button, start cloud button, button. وفيها هنا cloud لما نضغط عليه. Cloud button, button, cloud button, button, cloud 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 button, I got invalid. I got invalid. I got invalid. I got invalid. فالمهم هي empty list. عادة ما معش بتحول. Favorites zero. أصلاً المهم تو حولت. I got invalid. أعتذر يا شباب منكم على all zero. Favorites. Password protected. I got invalid. Empty list. Recorder. Heading. Recorder. Recorder. Heading. Empty list. Empty list. Empty list.
enter record name text image button button more setting down button تمام هكذا حولنا هذه العلامة الخاصة بالكلاود تمام recording pause not check not check mark button memo button cloud button button memo button لم أفهمه اللي هو الخاص بالميمو memos head web file memo button text field enter record memo text enter record memo text enter record memo text field web file memo button يعني تقريبا تقدر تدخل الميمو اللي هو تسجيل او مقطع صوتي الله اعلم من الميمو الخاص بك عن طريق الميمو بتاع الويب text field enter record memo text field text field web file memo button memos head recorder هذا اللي فهمته recorder more setting down button stop zip not check not check not check not check not check not check mark button memo button button mark button وفي عندنا المارك بوتن mark button لما نضغط عليها هنا تجد مشيلي في عدادي يظهر نضغط على أخرى في عدادي يبدأ يمشي معايا وهكذا هذا طبعا كل ما أعرفه حول التطبيق وهذا لما نوقف التطبيق ندخل على الأول وحنلقوا فيها One button Free 2 megabytes of one records Heading 2000 free 2 megabytes of one records June 3rd 2016 at 3:47 14 p.m. free 2 megabytes MP3 3:41 p.m. ريتول الان سجل التطبيق ب الام بي 3 نو بتن مثلا من جون ولعو نو بتن نو بتن June 3rd 2016 at 3:47 14 p.m. free 2 megabytes MP نو بتن نو June 3rd free 2 June 2016 search field free 2 megabytes of one records heading June 3rd 2016 selected نو بتن 00001 action button 5s but play button تمام هيبدأ على طول يسجل يعني هذا في أزرار تسجيل صراحة واضح عن طريق الـ MP3 واضح جدا 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 لما مثلا بتحذف الملف الخاص بيك More setting up button 5s stop play look gray play button but 5s but action button 0518000 button selected June 3rd 2016 button 00518 action button action button حاجة recorder all more choose search field more setting up stop play button look gray button play button 5s button action button cancel 051886 cancel but cancel button selected June 3rd 2016 recorder search free 2 megabytes of search more choose button all recorder back button recorder لكن طبعا مش طالع تو favorites zero المهم ندخل على الاول من جديد heading edit button نضغط على كلمه الايديت done button action button ونضغط فوق في free June 3rd 2016 347 button نحذفه June 3rd free 2 megabytes of one June 3rd 2016 selected action button ونضغط فوق في كلمه action وتقدر تسكر التسجيل بتاعك اللي هو ديل لوك وتحذف وديل كانسل تمام مثلا جربوا اللوك all action add button all head done search 0KB of 0 records 0KB of 0 search field هكذا اختفى تماما من اللوك لما درت انا اللوك هكذا اختفى من الاول تماما واصبح التسجيل بتاعي في تقريبا في ملف الكلاود فخلينا نشوفه مع بعضنا ونرجع الان للطب all password protected iCloud 0 favorites 0 all 0 iCloud 0 password protected recording button password iCloud 0 iCloud recorder back iCloud edit search 0KB of 0 recorder back recorder wifi icon wide recorder heading setting button all 0 favorites iCloud 0 favorites record favorite edit search 0KB of 0 records recorder back recorder password for recording button password protected secure quick nav off alert secure password secure text confirm pass cancel okay button cancel wifi icon white button wifi icon white dim wifi icon white dim recorder setting button http cancel button http 192.168.2.104 طبعا cancel. هذا الرابط cancel. الخاص بالتطبيق لما تخش button. من خلال المتصفح وتحط الرابط الياهي وبعد ذلك يفتح لك المتصفح recorder back button all edit button action add button dim button up done search 0KB of 0 records heading search field quick nav off search field is editing character mode search insertion point and start تقدر تبحث عليه لكن انا ما سميتش ثلاثة
Quick nav, clear text, cancel. 0KB of 0KB of 0 records. Cancel. Button. غير موجود الآن. المهم مش عارف وين يطبق الضغط والله. Recorder. Back button. Recorder. Recording. Recording. Password protected. يعني حتى favorites 0 all 0 setting button button recorder heading setting button setting button settings mp3 mf cav a wa 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 recorder recorder all 0 wifi icon غير موجودة. وهذا كل ما أعرفه حول هذا التطبيق، وأتمنى من الله العلي القدير أكون قد وفقت في شرحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Page 404, page 304, page 204. وإلى اللقاء في شرح آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله العلي القدير أن يكون قد نال إعجابكم هذا الشرح، ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.